مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة الأسبوع القادم، حيث سنلاحظ أنه في البداية تكون درجات الحرارة منخفضة قليلا في المناطق الشمالية والوسطى، لكن بعد منتصف الأسبوع وبعد يوم الاثنين سيطرأ ارتفاع واضح وتدريجي على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، أجواء مشمسة في معظم أجزاء المملكة، في المناطق الشمالية الغربية العظمى 23 والسفلى 9، في المناطق الشمالية الشرقية 27، والمنطقة الشرقية 24-16، منطقة الرياض 25-14، والمناطق الغربية من المملكة 33-21 درجة مئوي، والمناطق الجنوبية الغربية 24-12 درجة مئوي. يوم الاثنين أيضا ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 25-12، أجواء مشمسة بالنهار لكنها لطيفة وتميل إلى البرودة بعد منتصف الليل، المناطق الشمالية الغربية 19-6، المنطقة الشرقية 25-17، الرياض 26-14، منطقة مكة المكرمة والمناطق الغربية 32-24، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-11 درجة مئوي. يوم الثلاثاء تقريبا أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، هناك احتمال لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر، العظمى 30 والصغرى 15. أيضا الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الغربية 34-23، المناطق الجنوبية الغربية مشمسة معتدلة بالنهار تميل للبرودة ليلا 24-11، منطقة الرياض معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27-14، أيضا المناطق الشرقية 27-16 معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، المناطق الشمالية الشرقية لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا 22-10 درجات مئوية. يوم الأربعاء أيضا ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، المنطقة الشمالية الغربية 31-14، منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بحدود 34-25، والمنطقة الجنوبية الغربية 24-12، الرياض 30-18، يعني أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، المناطق الشمالية الشرقية من المملكة غائمة جزئيا مع احتمال وفرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 27-12، والمناطق الشرقية 29-18 درجة مئوي مع أجواء غائمة جزئيا تقريبا. يوم الخميس أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء تقريبا في المناطق الوسطى والغربية وأيضا الشمالية والشرقية حارة نسبيا، في الشمالية الغربية 32-18، المدينة المنورة 33-23، الرياض 34-20، والجنوبية الغربية 25-13، المنطقة الشرقية 33-20 درجة، والشمالية الغربية 26-14 درجة مئوي. يوم الجمعة القادم بإذن الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء حارة في المناطق الشمالية والوسطى والمناطق الغربية وكذلك الشرقية، شمال غرب المملكة العظمى 36 والصغرى 23، المناطق الغربية بما فيها مكة المكرمة بحدود 35-36 العظمى والصغرى 25، الرياض 35-20، والمناطق الجنوبية الغربية 25-12، المناطق الشمالية الشرقية 28-16، المنطقة الشرقية 32-20 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى الجميع أوقاتا سعيدة، ونتمنى الجميع السلامة، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب.